تجاوزت لوحة فنية للرسام الأمريكي المنتحر جان ميشيل باسكيا رقما قياسيا جديدا إثر بيعها بمبلغ 110 ملايين دولار، وذلك خلال مزاد علني أقيم الخميس في نيويورك بعد منافسة حامية بين شخصين. رأس المزاد على 98 مليون دولار أضيفت إليها الرسوم والعمولة. المتخصص بالفن المعاصر والمزادات في دار سوتبيز المنظمة للمزاد قال: بالطبع كان لدينا فكرة بأن الجميع يشعرون أن العمل تحفة فنية. لم توجد أصوات معارضة في السوق، الجميع قالوا حقا إنه العمل رائع، لقد كان مبلغها خيالي. كما تعلمون فإن سعر القياس السابع كان نصف هذه القيمة. ما حققناه هذا المساء يدخلنا في مرحلة جديدة تماما. مقتني اللوحة هو رجل الأعمال الياباني يوسكو موزاوا، وأعرب الملياردير عن نيته إعارة اللوحة إلى المتاحف العالمية. باسكيا بدأ حياته الفنية بالرسم على جدران نيويورك قبل أن يكتشفه الفنان أندي وارهول ويساعده ليصبح نجما ساطعا، لكن الشاب العبقري وضع حدا لحياته بعمر 27.